بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده بإذن الله ليلة 26 رمضان، أو احنا النهارده 26 رمضان، فدي الناس اللي كانت بتسأل. زي ما قلت احنا بنسجل ليه الفردي والزوجي، احنا قلنا ان في تركيا بادئين قبلنا بيوم، يعني دي ليلة 27 عندهم، فلو هم صح يظهر حاجة الله اعلم. فاحنا بنصور العشر ايام كاملين. لو انتوا شايفين الوضع، انا ماشي بالكاميرا الديجيتال اهو، شايفين غيوم كتيرة جدا. الحاجة الوحيدة اللي نقدر نشوفها هو الضوء اللي هناك ده، كده هعمل زوم، او الضوء اللي انتوا شايفينه فوق ده كده، يعني ممكن اشوف قرص الشمس لو طلعت لي فوق كده في المكان ده، لكن غير كده ما اعتقدش شباب ان انا اقدر اشوف حاجة النهاردة. غيوم كبيرة جدا او سحاب كبير جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وخير لسه معانا بإذن الله، بقيت لي ايام. طبعا هنتظر نفس الفترة ونفس المدة اللي بعودها في الايام العادية، حتى لو انا مش شايف قرص الشمس، المهم ان انا احس بحرارته واشوف ضوءه بعد ما بيرتفع بقد ايه، علشان ده بتسجل. ونهاية العشر ايام بنشوف اليوم اللي كان اقرب للموضوع ده يا شباب. اسف معلش الكاميرا، استأنف البث. ما اعتقدش ان احنا هنقدر نشوف حاجة النهاردة يا شباب، لكن الاهم ان انا استنى الحرارة والضوء. الاهم ان انا استنى الحرارة ونشوف شدة الضوء بعد ما بتصعد للايه، للوقت اللي احنا بنقعده، ال 15 او ال 20 او ال 30 دقيقة اللي احنا بنقعده. اللي بيقول ان رمضان عندنا ناقص، لا يا شباب هو مش ناقص ولا حاجه، هو فعلا زي ما في رد مكتوب اهو، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وكل دوله بتختلف موقعها على الكره الارضيه عن اي دوله تانية، يعني مش معقول الدول اللي فوق زي اللي تحت بيختلفوا في الساعات وفي الايام وفي كل حاجه. ففعلا لرؤيته وافطروا لرؤيته. احنا الموضوع مش معتمد على دوله معينه بنقيس عليها وكلنا بنصوم معاها. فخلاص تركيا شافته قبلنا بيوم فصاموا. ما عنديش اي اعتقاد ان احنا نقدر نشوف حاجة شباب النهاردة، لكن برضو قاعد مش هنخسر حاجة في الايام دي، مش هنخسر حاجة نهائيا. ده المكان اللي ممكن يطلع منه بصيص ضوء كده اقدر اشوفه، لكن القرص طبعا مختفي ورا. لو عملت زوم على المكان ده كده، طبعا مختفي ورا السحب بشكل كثيف، بشكل جبار، يعني السحابة حتى تقيلة قوي، يعني مش عايزة توريني حتى ورا كده اي حاجة فيه، شنس. الحاجة الوحيدة اللي شايفها انعكاس الضوء فوق، لون برتقاني كده في السحاب من فوق. ومعانا بقى الايام يا شباب، يعني اللي ما صادفش النهارده في بكره بعده وبعده، ان شاء الله ربنا يكرم ويجي باقي الايام. لكن طبعا ده اليوم ده واضح جدا في التسجيل، يعني انا لسه امبارح بقول لكم يا رب كل الايام تبقى صافيه، حتى لو ما هياش ليله القدر بس تبقى صافيه، ابقى شايف قرص الشمس شكله ايه. لكن النهارده ما شاء الله السحاب كله متفق انه يجي في المكان اللي بيطلع منه القرص. إلى الآن مش ظاهر حاجة. صورت الهلال، الهلال قدامي يا شباب، هو يعني اللي بيقول صورت الهلال، طب أنا هروح أزوم بالكاميرا اللي في إيدي كده، لأن هي دي اللي هتبين الهلال، لكن مش كاميرا الفيسبوك. هزوم كده على شكل الهلال، بدأ يختفي لأن ضوءه خافت جدا. هو هلال ضعيف قوي، يعني مش ايه،
في اي حاجه بس بدأ يختفي. مش معتقدش شباب ان الزوم بتاع الكاميرا الديجيتال. لا جابه اهو، جابه اهو شباب اهو، ده شكل القمر الليله. فطبعا ايه، هلال يكاد لا يرى لولا ان الزوم بس شديد شويه في الكاميرا فانه جايبه. نرجع كده بقى للمكان اللي احنا مستنيين منه ان الشمس تطلع، ومش هتطلع. الفيديو مش زي امبارح. اه طبعا يا شباب، عشان كده احنا بنقول ان احنا بنقيس اختلافات كل يوم عن التاني. يعني لاجل الحظ ممكن دول تصور وتقول لك لا ده شمس 26 دي اللي كانت ايه جبارة، هي فعلا كانت ليلة القدر. انا ما عنديش اصلا شمس 26. يعني شكل القرص هو ورا السحب، بس طبعا يعني انا لو اشوفه ورا السحاب خالص اهو شباب لونه برتقاني جدا ورا خالص. لو انتوا شايفين في نقطة كده ظاهرة ربنا يفرجها شوية، بس لونه برتقاني برتقاني شديد. فطبعا انا من الغيوم ما نقدرش بقى نحدد ده لون ده ولا ايه الوضع ده، فمش قادر احدد الايه الوضع ايه. اهو هعمل زوم كده بالكاميرا، برتقاني شديد. وغالبا يا شباب في الكاميرا الديجيتال الموضوع ظاهر، لما يبقى الغيوم شديدة كده وفي اضاءة شديدة ورا، ده معناه ان في اشعة او في لهب حوالين القرص قادرة تثبت نفسها في الغيوم دي. وبرضو لو طلعت فوق كده شايفين الانعكاس اللي فوق، طبعا هو ده مش ظاهر في كاميرا الفيس، ده مش ظاهر في كاميرا الفيس، لكن ظاهر في كاميرا الديجيتال. الانعكاس اللي في السماء بيوضح ان في اشعة شديدة قادرة تنعكس على السحب فوق حتى في عز الغيوم، وقادرة تسيطر عليه، وده مخالف للي احنا بنستناه. ده معناه ان اشعة الشمس حامية دلوقتي، لو انتوا شايفين اهو هدف الزوم، اشعة الشمس حامية دلوقتي وقادرة تعكس نفسها بشدة ورا الغيوم، يبقى هي كده اكيد طالعة شديدة. ولو بصينا كده ده نقدر نشوف جزء زي ما انا قايل لكم اهو، الجزء منير جدا برغم انها برتقاني وبرغم شدة الغيوم الا انه منير. يعني معناه ان في لهب حوالين القرص قادر يثبت نفسه كأشعة. فنستبعد ليلة 26 بإذن الله، نستبعد ليلة 26 بإذن الله. الحرارة عندك، ما طبيعي يا شباب ان لازم تكون الحرارة الجو برد، ما فيش أشعة وفي شبورة وفي سحب عكس الأشعة، ففين الحرارة اللي هتجيلك؟ لازم تحس بإن في سقعة وأنت قاعد على الساحل أو قاعد على البحر. اللي بيقول نباح الكلاب أو الحيوانات أو الكلام ده شباب، لا 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 لا، راجعوا الأحاديث، ده حديث موضوع، ده حديث مش حقيقي. يعني ما أنا مش عارف الناس بتاخد بأي كلام، الحيوانات ملهاش دعوة خالص، لو حتى لو كان ليها. بصوا يا شباب، الأدلة الثبوتية 100% موجودة في القرآن، والأدلة أو الدلائل والشواهد اللي تقدر تشوفها اللي وردت على لسان النبي ما كانش فيها حيوانات خالص. فيا ريت ما إيه نتحرى الكلام، عشان اللي بيقول لك سمعت نباح أو كلام من ده مش معقول الحيوانات هتتخرس بالليل. يعني حسيت بحرارة، يعني هحس بحرارة فين؟ أنا بقول لك شبورة وقاعد على البحر والأشعة محجوبة، أنا متكتك من البرد، مفيش حرارة ولا أي بتاع، مفيش حرارة خالص. تابعت لايف على الفيس في مكة، حر كتير. أصحى شباب اللي في مكة وفي السعودية، في ناس بتتابعنا وما بتصورش، ده أنت قاعد يعني في قلب الجو الجاف جدا، الجو كويس جدا اللي تقدر تصور منه. يعني يا ريت الناس اللي في السعودية تصور، في ناس بتصور من الرياض، وفي انا بشوف فيديوهات، بس يعني بتعجب لناس قاعده ممكن بيبقوا قاعدين في الحرم وقاعدين بره وشايفين قرص الشمس وبيتابعوني انا لايف. طب نزل لي صوره خليني اشوف الوضع عندك ايه. يعني ده انت يعني اعتقد ان كل الشواهد والحاجه اللي شافها الرسول واللي الصحابه حسوها كانت في مكه، مظبوط؟ يعني ما كانش في دوله تانية، فاحنا في الشرق وفي ناس في الغرب، فاعتقد يعني لو كان ربنا كتب لي ان انا اكون في مكة او في المدينة وقدرت اصور من هناك كان هيبقى روعة. يعني كان هيبقى روعة روعة، شواهد بتختلف من دولة لتانية. ما هو انا برضو ما جيش لدولة ساحلية زي نيل وبحر من ناحيتين،
لدولة ما فيش فيها الكلام ده وجوها جاف ورطب، ويعني كلها صحراء وجبال وكلام من ده، واكيد الشمس بتطلع بوضوح شديد. برضو هنقول ان الدول اللي جوها زي كده العواصف الترابية بتحجب اشعة الشمس، زي ما احنا عندنا الشبورة بتحجب اشعة الشمس. فالموضوع ما هوش ثابت في كل الدول يا شباب، فهو متغير من دولة لدولة، متغير من دولة لدولة. ومش معنى ان انا ما شفتش النهاردة القرص يبقى ما ظهرش في الدول، لا بالعكس، ده في دول ظهر فيها القرص كويس جدا. لكن يا شباب من الواضح جدا الاشعة شديدة ورا السحاب قادرة تثبت نفسها. لو انتوا لو انا عملت كده، بصوا، قادره تثبت نفسها، يعني برغم قوه السحابه الغامقه اللي قدامك دي، الا ان الاشعه مرتده في السماء وعامله حتى هالات طالعه فوق وظاهره. ده معناه ان الاشعه قويه جدا ورا الغمقان ده كله. فمش عايزين بقى نطول الفيديو ونضيع وقت الناس، باذن الله مش النهارده نقفل فيديو اليوتيوب. وتحت الفيديو بتلاقوا رابط اللي احنا بنبث عليه لايف، ويا ريت يا شباب اللي معاه فيديوهات او صور ينزلها، علشان الكلام ده كله بيتجمع معايا في فولدرات بالايام، وبعد كده بنشوف اليوم الاقرب ايه. طبعا لو انتوا شايفين انا هعمل زوم كده اخير، اشعه شديده جدا طالعه من ورا السحب، هي ثابته نفسها جدا في السماء برغم الغيوم دي. يبقى خلاص باذن الله ميعادنا بكره مع بعض.